السوشيال ميديا حاجة كويسة، لكن لما بتشوف حاجة في إيدك وتلمسها بيبقى الموضوع مختلف تماما، تبقى متصل بيها بمشاعرك وبعقلك غير إنك شايف صورة عادية وخلاص شفتها مرة ومشيت. أنا قعدت كتير بفكر أنا هعمل أصلا إيه لمحمد صلاح. مجرد التفكير إن أنا أعمل محمد صلاح مش سهل، مش التنفيذ لكن صعب رد الفعل هيكون إيه. عملت لمحمد صلاح صورة شخصية مكونة من 11,000 قطعة، استخدمت فيها تقريبا الألوان الخشبية وبودرة البان باستيل. حاولت أبعتها له على الإنترنت وكده بس ما شافهاش. بعدين حاولت أبعت للشركات اللي هو متعاقد معاها والبراندز والنوادي وما كانش في أمل. أنا نفسي بجد إنه يمسكها، ونفسي إنه يعني طبعًا إن أنا أسلمه بيدي يعني إن كان أمكن. عشان في ناس كتير بيرسموا حاجات كتير قوي محمد صلاح، فأنا صعب قوي إنه هو يلحق يشوف كل الحاجات. مولف ريجيو دي أنا ممكن أكسر الإزاز عشان ألمسها. 11,000 ورقة؟ واو، ده خد وقت قد إيه ده عشان يعملها؟ أكتر واحد تقريباً اتعمل شبهي، كلهم حاجات خطيرة يعني، والناس كمان لما عرفت المجهود اللي هم عملوه عشان خاطر تتبعت لي، وكل أقدر أقوله لهم إن أنا هبعت لكم حاجة بسيطة أتمنى إن هي برضو تعجبكم إن شاء الله. مساء الخير أستاذة نورين حماد. Thank you very much. واو ممضية صلاح؟ It's the same from محمد صلاح. واو جد الفوتوشوب. That's real. This is real. كل ده شكرا. شكرا صلاح. شو صدقه بجد. بصي كده اصحى من النوم اشوفها. حاجة غالية قوي قوي.